احنا عندنا دلوقتي امور كتيره، ملفات كتيره في ملفات التنميه، ومن اهم الحاجات اللي متعلقه بملفات التنميه بناء الانسان. واحنا مهتمين جدا بما يتعلق بوجدان الانسان وعقل الانسان، وعشان كده احنا عندنا شويه حاجات بتخلينا بتعوق العيش المشترك بيننا. واحنا اخترنا في حواراتنا ان احنا ناسس ونضع لبنات حقيقيه لتعلية العيش المشترك. مش هنبتدي العيش المشترك قديم، لكن احنا بنعلي العيش المشترك. لكن احنا لاحظنا ان في حاجة بتعوق العيش المشترك ده، واردنا ان احنا في منتدى حوار الثقافات ان احنا نتعامل معاه، وهو خطاب الكراهية. ليه اخترنا خطاب الكراهية؟ انا دلوقتي عشان المحاور بس انا انت عارف الاجابه، اشتركت فيها كتير طبعا. ليه اخترنا خطاب الكراهيه؟ عشان نحاول من خلاله ان احنا نقدم جيل جديد من العيش المشترك. طب تسمح لي قبل ما اجاوب الجزء ده في السؤال بتاع حضرتك، كويس الساده المشاهدين يبقوا عارفين القاعه والمكان اللي احنا موجودين فيه طبعا، والهيئه القبطيه الانجليه للخدمات الاجتماعيه، ويمكن مش عارفه الكاميرات جايبه البانوراما الجميله اللي بتبين هنا شغل الهيئه ككل، ولو بصينا على كل قطعه فيها هي رساله عن شغلنا، يعني كل رمز من الرموز دي، كل حاجه بتقول على حاجه. بنتكلم على العمل، فهتبص تلاقي في نجارين بيشتغلوا، بنتكلم على المساواه بين الرجل والمراه، بنتكلم على السلام وفي حمامه السلام، بنتكلم على الخير، وبنتكلم على الزراعه، بنتكلم على الانسان. لو بصيت حضرتك في كل حاجه في المزيج دي، هي الانسان هو الجزء الاساسي اللي فاعل صحيح فيها. والهيئه القبطيه الانجليه للخدمات الاجتماعيه منذ انشائها وهي بتهتم بالانسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه. احنا من وقت ما الهيئه انشات من قربنا نحتفل بال 75 سنه، هو ده اللي جذبني احنا قرابه نحتفل ب 75 سنه على انشاء الهيئه القبطيه الانجليه. ولما الهيئه القبطيه تاسست في الصعيد، في ريف مصر، كان وقت الجهل يعني البدايه كانت في الصعيد، وده شيء مهم في بدايه الخمسينات. ولازم ناكد هذا المعنى، يعني التنميه موجوده في الصعيد من واحنا بناكد على مساله التنميه. الراحل القسيس صميل مؤسس الهيئه القبطيه الانجليه كان قسيس شاب في قريه فقيره في المنيا، وشاف قد ايه في فقر وفي جوع وفي جهل في المجتمعات، فبدا يهتم بتعليمه وبدا ببرامج لمحو الاميه، لان محو الاميه دي كانت اللبنه الاساسيه لانطلاق عمل الهيئه. وكان منها انك بتمحو اميه الناس، فانت بتؤهل الناس انها تبقى قادره على مواجهه الحياه وتغيرات الحياه اللي المفروض مع التعليم وبقيه العناصر بتكتمل. وبالتالي اهتم بفكره محو الاميه. بعد كده بتشتغلنا في برامج اقتصاديه بسيطه مع الستات البسطة، وكان وقتها المشروعات البسيطه اللي ممكن تعملها اي سيده في صعيد مصر، تربي شويه دواجن، ممكن يبقى في بعض القروض البسيطه لحد يعمل ورشه صغيره، وهكذا. بدايات مشروعات التنميه الوطنيه اللي كبرت الهيئه. انا لو خدت حضرتك في رحله 75 سنه هيبقى وقت طويل، لكن أنا الهيئه اوعد حضرتك ان احنا مره نيجي ونعمل الحوار ده، يشرفنا، عن الهيئه وتاريخ الهيئه، وده شيء مهم جدا جدا يشرفنا جدا ان احنا نتعرف عليه. شكرا. احنا تقريبا في برامجنا التنمويه بنخدم حاليا قرابه 3 مليون مواطن في برامج تنموية متعددة، من أول برامج الصحة والتعليم والزراعة وتنمية المجتمعات وتدريب قيادات وتمكين مؤسسات مجتمع مدني. بنهتم بمفهوم المتانة إلى جانب الرايت بيزد أبروتش، الحقوق جانب الحقوق، يعني خلينا نسميها المتانة الإنسانية، المتانة، ومن أجل وكمان إلى جانب ده فكرة الحقوق، وإن الناس تبقى عارفة إن ليها حقوق وعليها واجبات، وبالتالي الجانب الحقوقي بالظبط كده بالظبط. وبالتالي دي البرامج التنموية وبرامج اقتصادية كبيرة عندنا. لكن كمان انت عارف حضرتك ان في البرنامج بتاعنا، برنامج ولا تعسره، احد الاتمات الأساسية، يعني احنا عندنا ثلاث اركان في ولا تعسره: البساطة والاتزان وكمان اليسر. حلو قوي، متفقين. فعشان كده فالاتزان مهم جدا جدا جدا، والمرونة، الاتزان ما بين الحقوق والواجبات ده امر مهم جدا طبعا. ولو كلنا كبشر قدرنا ندرك ان زي ما بطالب بحقوقي انا عليا واجبات، هتتحل المعادله والمشكله الكبيره اللي هي ممكن تبقى سبب مشاكل كتيره طبعا هنجيلها في كلامنا. لكن كمان من تقريبا 30 سنه واحنا بنهتم بالجوانب التنمويه، اهتمينا بفكرة بناء الوعي. حلو قوي. ومن هنا جه تأسيس منتدى حوار الثقافات.